يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وهذه أيام شهادته: لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عز وجل حملة لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمد، وكيف لي بذلك ولم يجد جدي أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين حملة لعلمه. لو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عز وجل حملة لنشرت التوحيد والإسلام والإيمان والدين والشرائع من الصمد، من كلمة الصمد في قل هو الله أحد الله الصمد. في الأسبوع الماضي تحدثنا حول بعض الدروس والقواعد الإدارية التي تستفاد من هذه الآية الشريفة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كقاعدة ضرورة وضوح الهدف، ضرورة تحديد الهدف أولا، ثم ضرورة وضوح الهدف ثانيا، ثم ضرورة أن يكون الهدف المنتخب هو أسمى هدف ممكن أن يصل إليه الإنسان، ثم ضرورة أن تذكر وتحدد الفلسفة من الهدف أيضا، أو الهدف من الهدف. وهناك قواعد إدارية أخرى يمكن أن تستفاد من هذه الآية القرآنية الشريفة، ربما نتركها لوقت آخر. هنالك سلسلة من القواعد والمسائل الكلامية، وسلسلة من القواعد والمسائل الفقهية، وسلسلة من القواعد والمسائل الأخلاقية التي يمكن أن تستنبط من هذه الآية القرآنية الكريمة. في هذا اليوم نتحدث عن بعض القواعد الكلامية والتي ترتبط بشؤون العقائد التي تستفاد من هذه الآية القرآنية الكريمة، وما عندنا مجال يعني إنهاء البحث حول القواعد الكلامية إلا مقدار إشارة. يعني هذه الآية الشريفة، ورح نربطها بالحديث عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، لأن فكرت حيث أن شهادة الإمام الباقر عليه السلام في 7 من ذي الحجة، فكان من المناسب أن نتحدث عن الإمام الباقر، إلا أنه أضطرنا الحديث عنه صلوات الله عليه بإطار هذه الآية. يعني الحديث هو حديث متسلسل واحد كما سيتضح لاحقا إن شاء الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الآية الشريفة تشير أولا إلى توحيد الأفعال أو التوحيد الأفعالي، تشير ثانيا إلى التوحيد في العبادة أو التوحيد العبادي، كما يمكن أن يستنبط منها توحيد الذات، ويمكن أن يستنبط منها توحيد الصفات أيضا. التوحيد له 4 مراتب أو 4 معاني، كلها ينبغي أن يؤمن بها الإنسان: توحيد الذات 1، توحيد الصفات 2، توحيد الأفعال 3، توحيد العبادة 4. هاي المراتب 4 كلها متضمنة في هذه الآية القرآنية الشريفة، ويمكن أن تستنبط منها خاصة المرتبتين الأخيرتين للآية ناطقة بهما أصلا. المراتب الأخرى تحتاج إلى شوية تعمل وتأمل، لكن توحيد الأفعال وتوحيد العبادة هو قد يكون منطوق الآية، وليس يحتاج إلى مقدمات مطوية وإن كانت هي صحيحة في حد ذاتها. هناك كما تعلمون، قبل أن نبدأ بالآية الشريفة، هناك ينبغي للمؤمن أن يكون موحدا حقيقيا بهذه المعاني 4: التوحيد الذات، فإن الله سبحانه وتعالى واحد أحد، قل هو الله أحد، كما هو الواحد إنه الأحد، ليس له الأجزاء لا أجزاء حد، فالله واحد لا شريك له ولا جزء له. هناك أيضا توحيد في الصفات، الله سبحانه وتعالى صفاته عين ذاته، فعلمه
عين ذاته، قدرته عين ذاته، وهكذا صفاته الأخرى. لأن صفات الله سبحانه وتعالى لو كانت غير ذاته، عارضة على ذاته، لزم أن يكون في مرتبة ذاته مجردا وفاقدا للعلم والقدرة والإرادة وما أشبه ذلك، فلم يكن إلها، لم يكن واجب الوجود. الفاقد في حد ذاته للقدرة والعلم والإرادة ليس واجب الوجود، ليس إلها. وبتعبير آخر، لكان في حد ذاته محتاجا إلى العلم اللي هو عارض عليه، إلى القدرة، إلى الإرادة، إلى الحياة. والمحتاج ليس بشنو؟ واجب الوجود، وليس بإله. وبتعبير ثالث، هاي أدلة مختلفة الموضوع، لكان ليس محتاجا للصفات فقط، بل محتاج لمن يلصق به الصفات أو يجعله متصفا بالصفات. يعني راح يكون عنده احتياجين في حد ذاته. أنت تقول هو مو عين العلم ولا عين القدرة، وإنما القدرة شيء عارض عليه متصف به، ففي حد ذاته ليس بقادر ولا عالم، فاحتاج مرتين، مرة احتاج إلى صفته، ومرة احتاج لذاك الفاعل الأجنبي الخارجي الذي جعله يتحلى بهذه الصفة، فاحتاج مرتين. هذا شلون الله؟ احنا كلنا هكذا، هذا مخلوق، هذا ممكن وليس بواجب.